بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، من المعجزات التي زادتني إيمانا حقيقة ويقينا وحبا لهذا الإله العظيم، معجزة في القرآن محيرة بالفعل، تصف لنا وصفا دقيقا آلية عمل أعصاب الإحساس بالحرارة والألم بشكل غير مسبوق حقيقة. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين كفروا بآياتنا، أرجو من كل ملحد وكل مشكك أن يستمع جيدا لهذه المعجزة. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أحبتي في الله، الله عز وجل هنا ينبئنا بمصير من يكذب بآيات الله، من يستكبر عن عبادة الله، من لا يعترف بوجود الله عز وجل. والله يعني أنا أود أن أرسل رسالة. الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وأعطاك المال وأعطاك القوة، أعطاك العقل، أعطاك كل هذه النعم، يا أخي على الأقل اعترف به، اعترف أنه موجود. هو لا يريد أكثر من ذلك، هو يريد منك أن تقول لا إله إلا الله، أن تعترف به، وأن تلتزم بالتعاليم التي أعطاك إياها لمصلحتك أنت، هو لا يستفيد شيئا. الله غني عن عباده أيها الأحبة، ولا يمكن أن يستفيد شيئا لا مني ولا منك. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. طب هذه النار ماذا تفعل؟ الله يقول: كلما نضجت جلودهم. لماذا لم يقل كلما احترقت جلودهم؟ لأن الاحتراق أيها الأحبة قد يكون احتراق من الدرجة الأولى، لا يحرق أعصاب الإحساس بالحرارة، أو من الدرجة الثانية لا يحرقها بشكل كامل. الدرجة الثالثة والرابعة هي التي تقضي على أعصاب الإحساس بالحرارة، فتجد أن الإنسان إذا احترق جلده بشكل كامل ونضج أصبح يغلي هكذا، يتوقف لديه الإحساس بالحرارة، لأنه ثبت علميا أن الإنسان يشعر بالحرارة نتيجة هذه الأعصاب هنا التي تتصل مع الدماغ. فعندما تقرب يدك من مصدر حراري، ما الذي يحدث؟ ترتفع درجة حرارة الجلد، تنتقل هذه الإشارة عبر الأعصاب إلى الدماغ، فيأخذ الدماغ أو يعطي الدماغ أمرا أن تقوم برد فعل هكذا، وهذا كله يحدث خلال جزء صغير من الثانية أنت لا تشعر به، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بك أنه وضع هذا النظام ليحميك فيه، ليحميك من الشر. تصور لو أن ردة الفعل بطيئة، سيصاب الإنسان بكثير من الحروق والأضرار والمشاكل ولا ينجو منها، ولكن هذه ردة الفعل السريعة جدا تؤكد أن الله يحبك، يريد أن يحميك، يحميك في الدنيا ويحميك في الآخرة من عذاب النار. إذن أخي الحبيب، هذه الجلود عندما تنضج ما الذي يحصل؟ تحترق الأعصاب التي تنقل الحرارة أو الإشارات العصبية إلى الدماغ، تنقلها إلى الدماغ ليشعر بالحرارة ويتألم. عندما تحترق يبدل الله هذه الجلود. يقول الأطباء أشد أنواع الألم آلام الحروق، والأشد منها عملية تبديل الجلد. تبديل الجلد
يعاني من يتبدل جلده بعد الاحتراق من ألم أكثر من ألم الاحتراق نفسه، لأن هناك جلد احترق بالكامل وهناك جلد ينمو مكانه، يكون حساس جدا هذا الجلد، وبدايات تشكل هذه الأعصاب حساسة جدا، لذلك عملية الاحتراق مؤلمة وعملية تبديل الجلد مؤلمة. قال تعالى ليذوقوا العذاب. سبحان الله، يعني وصف دقيق جدا أيها الأحبة. أنا أعجز تماما عندما أقرأ هذه الآية، يعني هل هذا كلام بشر؟ أود أن أتساءل معكم، كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الجلد هو المسؤول عن الإحساس بالحرارة من خلال هذه الأعصاب التي تنقل الإشارات العصبية إلى الدماغ؟ من الذي أخبره إذا نضج الجلد، ليس إذا احترق؟ هناك فرق كبير بين الاحتراق وبين النضوج. نضج الجلد يعني احترق وأصبح يغلي هكذا، أما كلمة احترق ربما احترق جزء منه، ربما احترق بحروق سطحية من الدرجة الأولى، هذه لا داعي أن يتبدل الجلد. فقال كلما نضجت جلودهم. من أين جاء بهذا التعبير العلمي حقيقة؟ ثم كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن العذاب لكي يستمر يجب أن تبدل هذه الجلود باستمرار، وأثناء تبديل الجلود تحدث آلام فظيعة جدا، وأن هناك أعصاب تتشكل من جديد لتنقل الإحساس بالحرارة، ودورة العذاب مستمرة؟ كيف علمها هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ثم ختم الآية بقوله تعالى إن الله كان عزيزا حكيما. إذن الله سبحانه وتعالى عزيز وحكيم، لا يظلم أحدا ولا يظلم مثقال ذرة. وبالتالي أيها الأحبة، خلاصة هذه المعجزة أنها تنبئنا عن دور الجلد في الإحساس بالحرارة، وأنك إذا أردت أن يستمر العذاب يجب أن تبدل هذه الجلود باستمرار. العلاقة بين تبديل الجلود واستمرار العذاب، هذه العلاقة غير معروفة إلا في العصر الحديث. من الذي كشفها لنا؟ كشفها لنا الطب الحديث والتجارب الحديثة. أن نجد هذه الحقيقة الطبية مذكورة في كتاب أنزل قبل 14 قرنا، أنا بالنسبة لي هذا الأمر هو إثبات علمي على أن هذا النبي صادق في دعوته من الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن العظيم يحاكي الحقيقة العلمية الحديثة، ليس هناك تناقض، بل ينبئنا بما يتم اكتشافه حديثا. والشيء الثالث، هذا دليل أن القرآن لم يحرف، لأنه لو حرف لرأيناه يمتزج بثقافة العصر الذي تم فيه التحريف، نرى فيه يعني أساطير وخزعبلات مثل كل الكتب المحرفة. لذلك هذه الآية تدل على أن النبي صادق، وأن القرآن لم يحرف، وأن هذا إعجاز يضاف إلى الرصيد الإعجازي للقرآن العظيم، وأنه دليل على صدق الله عندما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وإيمانا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.